والآن نتشرف بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا على الموضوع ده في منتدى الشباب في 2018، واتكلمنا على النزاعات اللي موجودة وعادة الإعمار والإشكاليات والأزمات اللي بتعيشها البلاد اللي فيها نزاعات زي كده، وتأثيرها على الشباب والشابات وحتى على الصغار اللي موجودين في هذه المعسكرات أو في هذه الدول يعني. وأنا بقول يعني عشان نقدر يعني نتحرك لابد ان النزاعات اللي موجودة ديت تتوقف، عشان نقدر نقول مش احنا اللي نتحرك، الدنيا كلها، سواء الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او حتى منظمات العمل المدني اللي عايزة تساهم وتشارك في هذا الامر، لابد ان النزاعات اللي موجودة دي والاختتال اللي موجود يتوقف. قبل كده هيبقى صعب، لان حتى ممكن يعني فنيا على الارض لما تيجي تعمل عمل لإعادة الإعمار في مناطق فيها لسه صراعات موجودة، ممكن يبقى ما تتمش بالشكل اللي انت بتتمنى. انا مش بتكلم على اليمن ولا بتكلم على، انا بتكلم بصفة عامة. وبالتالي لما في فرصة لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصة لإعادة الإعمار، وحيتواجد التمويل وحيتواجد الإرادة من الجميع للمشاركة بشكل أو بآخر لتسوية المسألة ديت. لكن أتصور أن أول نقطة إحنا محتاجين نتحرك ونشتغل عليها، أن إحنا قبل ما نتكلم على الرقم والفلوس، في فرق بين تخفيف آثار الأزمة للمواطنين اللي موجودين سواء بتوفير الطعام أو توفير المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، فرق انك انت تعمل إعادة إعمار لدولة كانت في حالة حرب. الإجراءات اللي بتتعمل دلوقتي هي محاولة لتخفيف آثار الصراع، لكن دي مرحلة يعني بتسبق انتهاء النزاع ثم تبدأ إعادة الإعمار. إعادة الإعمار دلوقتي هتكلف مش أموال فقط زي ما تقال، يعني كل الكلام اللي انتم قلتوه كلام مهم ورائع. انت بتتكلم، انا مش بتكلم على البعد التمويلي فقط، فلوس اموال يعني. طب البعد الانساني، طب البعد النفسي، طب البعد الاجتماعي اللي ترتب على الازمة دي اللي استمرت 10 او حسب يعني او اكتر من كده في 70 سنة، يا ترى الاثار بتاعتها النفسية هنعالجها ازاي. لكن على كل حال اتصور ان اول خطوة مهمة، ويمكن من خلال المؤتمر هنا يعني نوجه نداء للدول اللي فيها نزاعات، نقول لهم باسم المؤتمر، باسم شباب المؤتمر اللي هو بيحلم بالاستقرار والسلام والامن والتنمية، نداء لكل الدول اللي فيها صراعات والقادة المسؤولين على ان هم يعني ينظروا بمنظور مش هقول اخر، لكن بمنظور مختلف يؤدي الى تسوية هذه الازمات حتى نخفف ونقلل من حجم الاثار الصعبة اللي ترتبط على هذا النزاع. في اليمن احنا في مصر مستعدين مع كل الاشقاء ومع كل الدول اللي فيها نزاعات ان احنا نشارك بايجابية، لان احنا شايفين ان السلام والبناء والتعمير بالمناسبة دي ثوابت بالنسبة لنا، ان احنا في مصر هنا لا ابدا لا نتدخل في شؤون الدول، وندعو دائما الى عدم تدخل الاخرين في برضو في شؤوننا حتى نستطيع ان نحل مسائلنا بانفسنا بعيدا عن النزاع والاقتتال بشكل او باخر. لكن خلونا نقول باسم المؤتمر ده، نوجه زي ما بقول كده باسم كل شاب موجود هنا، واتمنى ان هم من خلال وسائل الاتصال اللي موجودة معاهم الكلام ده يتم يعني اعطاء رسائل لبلادهم، كل فيما يعني كل دولة فيها مجموعة شباب جاية منها، ابعتوا رسائل لأصدقائكم
احبائكم في دولتكم، قولوا لهم يعني يعظموا من هذا النداء حتى يصل الى المسؤولين عن هذه النزاعات. دي نقطه. يعني ابننا في اليمن بيقول لي الاكاديميه الوطنيه اي حاجه موجوده في مصر هنا متاحه للجميع في بناء القدرات. انا بقول لك كده برضو، ده مش كلام دبلوماسي عشان المؤتمر، لا، احنا دايما بنقول في مصر احنا مستعدين دايما نتعاون من اجل البناء والتنميه والتعمير. دي ثوابت مصريه، لان احنا الخراب ما بيأديش لحاجه غير الام ومعاناه للي بيعيشوا الازمه، والبناء والتعمير بيدي الامل وبيدي المعنويات وبيدي الحلم. فاحنا مستعدين لكل الاكاديميه الوطنيه جاهزه لشباب، طبعا مش بس في اليمن، لكل الشباب اهلا وسهلا. وانا عايز اقول لك ان احنا في اشقائنا من دول القاره ودول عربيه كثيره بترسل ابنائها لينا للاكاديميه، فده دور احنا مستعدين نعمله بكل تواضع. يعني فيما يخص قطاع غزه، القطاع فعلا محتاج ارقام اكتر كتير من الرقم ال 500 مليون دولار، وكنا نتمنى في مصر ان احنا نساهم باكتر من كده. لكن انا حاضر اقوله للناس اللي شغاله ان المرحله الثانيه اللي بدات في ديسمبر من فضلكم، احنا كنا قايلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين هناك، لان مش هنجيب عماله تخش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني. لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في اسرع وقت ممكن من اجل اشقائنا في قطاع غزه. وهيستمر دورنا في ان احنا نناشد المانحين ان هم يتقدموا ولا يتخلوا عن الانرا عشان الالتزامات اللي خاصه بيها، الالتزامات اللي بتقوم بها الانرا. واتصور ان ده الامر بشكل او باخر ابتدي يعني يعود مره اخرى بعد توقف الكام سنه اللي فاتوا. وبرده مره تانية بنوجه نداء للدول المانحه، وهنتحرك كدوله معهم ايضا عشان تصل هذه الرساله بشكل اكثر قوه وفاعليه من اجل استئناف اكبر ودعم اكبر للانرا عشان تقوم بدورها في القطاع. مش عايز اطيل عليكم، لكن عايز اقول من الافضل ان الازمه ما تحدث، من الافضل ان ما يبقاش فيه مشكله، من الافضل ان كان من سنتين او ثلاثه كده كان في شاب من دوله شقيقه قال لي يعني رايك ايه، نغير الموضوع عندنا بالقوه ولا نصبر؟ فقلت له بتسالني الراي يعني؟ قال لي اه. قلت له لا اصبر. ليه؟ لان التغيير بالقوه قد يؤدي الى خراب ما تقدرش تسيطر عليه. التغيير بالقوه قد يؤدي الى خراب ما تقدرش تسيطر عليه، وتبقى متصور انك ممكن تحقق بيه المستقبل. وبقول لكل المتابعين للامر ده، المنطقه دي دفعت ثمن كبير لفرض او تدخل الاخرين في شؤونها. والكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا يعني انا هفضل اكرره واقول تاني، في الدول اللي بنتكلم فيها دي كان محاوله للتغيير، محاوله للتغيير. اصحاب التغيير ما كانوش فاهمين او مش عارفين ان هو المسار ده قد يؤدي الى الخراب اللي احنا عايشينه. في مصر كان ممكن يحصل كده، بكررها كتير، اولا عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا جدا بان احنا ما دخلناش هذا المصير. دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة ازمات ولاجئين، وناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا، والمانحين يعطونا.
نخلي بالنا. شكرا جزيلا.